أهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. من جديد معكم بلال المرعبي ومهدي فتاح على صفحة الفيسبوك من القطاع الشرقي لجنوب لبنان. وفي التطورات الأخيرة، شنت المسيرات الإسرائيلية قبل قليل غارتين على سهل الخيام في هذه المنطقة على مقربة من هذه البقعة التي نقف فيها الآن. وكان هناك يعني أصوات قوية جدا ناتجة عن هذا القصف. وفي المعلومات الأولية التي تتحدث عن سقوط قذيفة بالقرب من ساحة الخيام، حيث سجل عدد من الإصابات في صفوف المواطنين حسب المعلومات الأولية، فيما دوت صافرات الإنذار في مستعمرة شتولة مقابل عيتا الشعب، وأيضا سقوط شهيد لحزب الله في هذه المعركة، وكان قد نعاه حزب الله منذ قليل ببيان قال فيه: بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس نظير الرشعيني أبو زهراء من مدينة الهرمل وسكان بلدة سحمر في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس منذ بعض الوقت. إذن مشاهدينا الكرام، هذه المستجدات في هذا الموضوع. يمكننا أن نشاهد هذا الفيديو أيضا الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل. فينا ناخذ مهدي إذا سمحت، سنعيد تشغيل هذا المقطع وهو يظهر المنزل الذي تعرض للقصف في هذه المنطقة. إذن هو قصف استهدف منزلا، على ما يبدو كان يشك العدو الإسرائيلي بوجود تحرك ربما لمسلحين داخل هذا المنزل. ويعني لا تبرير لفعل العدو الإسرائيلي بطبيعة الحال، هو كل ما يراه هدفا له يقصفه دون تردد ودون أن يأخذ إذن من أي أحد. ولكن حسب المعلومات المتداولة عبر المواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الأخبار في هذه المنطقة وفي الجنوب بشكل عام، هذا ما يتداول عن هدف القصف الإسرائيلي الذي طال هذا المنزل. طبعا بلدة كفر ياطر في الجنوب أيضا كان قد سمع فيها أصوات ذوي الانفجارات منذ بعض الوقت، وقيل أنها غارات للمسيرات الإسرائيلية التي تحوم في كل المناطق الجنوبية. ونستطيع الآن أن نسمع بكثافة صوت تحليق هذه المسيرات التي تجوب كل هذه المنطقة بدءا من القطاع الشرقي وباتجاه أيضا القطاع الجنوبي من هذه البقاع. إلى ذلك أيضا مشاهدينا الكرام، كنا قد أشرنا في رسالة سابقة عن استشهاد عنصر لحركة أمل وسيتم تشييعه غدا في بلدة النبطية، وكان تحدثت المعلومات عن استهداف أحد المنازل الهلي في منطقة الخيام، وأدت إلى جرح عدد من المواطنين الذين يسكنون هذا المنزل. وأيضا في بلدة المطلة كان هناك حديث عن استهداف بعض المراكز التابعة للجيش الإسرائيلي أو المدرعات التي تتواجد في تلك المستعمرة، كما يفعل حزب الله كالعادة، يستهدف المركبات، مركبات الدبابات ربما، أو الناقلات الجنود التي تقل جنود إسرائيليين من منطقة إلى أخرى في بلدة المطلة، في مستعمرة المطلة في الجنوب اللبناني، بالقرب طبعا من هذا الحدود، هذه الشريط الحدودي الذي يفصل المناطق الجنوبية اللبنانية عن شمال فلسطين. أيضا في الأخبار المتداولة، ما كان قد رواه الإعلام الإسرائيلي عن أنه كان لافتا أن يتحدث حزب الله اليوم عن دخول هذا النوع الجديد من الصواريخ التي اسمها
البركان، وهي اعتبرها العدو الإسرائيلي تطور نوعي في أنواع الأسلحة المستخدمة من قبل حزب الله في المعركة القائمة بينه وبين الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء لا جديد سوى خروقات من قبل العدو الإسرائيلي. تارة يطلق القنابل المضيئة فوق هذه المناطق الحدودية، وتارة يطلق القذائف المدفعية بشكل متقطع، ويقوم بإطلاق القذائف من قبل المسيرات التي تجوب سماء هذه المنطقة في هذه الأثناء، وهي تكاد لا تتوقف هذه المسيرات عن تحليقها في سماء هذه المنطقة. إذن مشاهدينا الكرام، نستطيع أن نقول بأن الأجواء هادئة في هذه المنطقة حتى اللحظة، لا يعرف يعني إذا ما كان سيكون هناك تطورات في هذه الجبهة في الساعات المقبلة، وأيضا إن كان هناك سيكون ردات فعل من قبل حزب الله على أطلاق الصواريخ من قبل المسيرات وجرح عدد من المواطنين. سنكون معكم طبعا مشاهدينا الكرام لإطلاعكم بأي تفاصيل جديدة حول هذه الجبهة المفتوحة في الجنوب اللبناني، وخاصة في القطاع الشرقي من الجنوب. كنا معكم أنا بلال المرعبي وزميل على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.